بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة صباحاً وحار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ونشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي وطمنين عن حالة الطقس خصوصا أن في ظواهر جوية زي الرياح المثيرة للرمال والأتربة وفرص لأمطار، فعايزين نعرف تفاصيل الجو وإيه المنخفض أو المرتفع الجوي اللي احنا متعرضين له دلوقتي. هو احنا طبعا اليوم مستمرين في الارتفاع المؤقت والطفيف في درجات الحرارة في أغلب محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والمناطق الجنوبية، لكن السواحل الشمالية الغربية تبدأ تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية فهيكون في انخفاض في درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، لكن باقي مناطق الجمهورية بتتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من مناطق صحراوية، فده بيؤدي لإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار في أغلب المحافظات وإحساسنا بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، الأجواء الشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، المناطق الساحلية بتكون عليها الأجواء مائلة للدفء خاصة سواحلنا الشمالية الغربية، ده هيكون فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ودخول الجبهة الباردة في أغلب محافظات الجمهورية هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لأن كمان اليوم متوقعين يكون في نشاط للرياح في أغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فترات الليل والأجواء المائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية، دايما نشاط الرياح يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أقل من اللي بنقولها دايما في النشاط. بالإضافة كمان نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في بعض المناطق من شمال الصعيد، بعض الأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى يعني على فترات من اليوم، لكن مش هيأثر بشكل كبير خاصة في القاهرة الكبرى. طب هل هيأثر على مرضى الحساسية؟ يعني الرياح المحملة بالرمال والأتربة هتأثر بشكل كبير عليهم ولا الموضوع عابر وخفيف؟ هو يفضل طبعا يعني عشان احنا اي ذره تراب تبقى موجوده في الجو بيأثر على مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، فيفضل لو احنا هنخرج النهارده مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه في المناطق الموجوده في القاهره الكبرى او شمال الصعيد واحنا خارجين نرتدي الكمامات، لان دايما الاتربه والرمال المثاره طبعا بتأثر عليهم، لكن ان شاء الله ما تأثرش على الرؤيه الافقيه على الطرق. بالاضافه كمان ان مع الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط اللي هتأثر على السواحل الشماليه الغربيه هيكون في فرص لسقوط الامطار على مطروح والاسكندريه، وهي فرص امطار خفيفه اليوم غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. احنا بنقول الارتفاع ده مؤقت في درجات الحراره لانه متوقع من غدا ان شاء الله الجمعه تبدا بقى الكتل الهوائيه القادمه من جنوب اوروبا تاثر على اغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا ومتعمق بشكل كبير على ارتفاع من 5 ل 6 كيلو من سطح الارض، تبدا نشعر بانخفاض ملحوظ في درجات الحراره بحوالي 6 درجات عن اليوم، غدا متوقع عظمى تكون 26 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى وبعد غدا توصل ل 25 درجه مئويه، فرص الامطار هتمتد لباقي المناطق الساحليه وشمال الوجه البحري، فمن غدا ان شاء الله حتى منتصف الاسبوع القادم هنعيش اجواء رباعيه فتره النهار، فترات الليل هنرجع تاني نحس بالبروده لان كمان هيبقى في نشاط رياح مستمر معانا، مهم جدا ناخد بالنا الاكيد اللي لازم واحنا خارجين فترات الليل او بنخرج فتره الليل او فتره الصباح الباكر لازم نصطحب معانا جاكيت لان هنحس بالبروده مره اخرى، بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس اليوم خاصه فتره الظهيره، وزي ما قلنا في الاول مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لو احنا خارجين نرتدي الكمامات. بشكرك من هي، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده ونبداها بالقاهره العظمى فيها 32 والصغرى 18، العاصمه الاداريه 32 17، اسكندريه 24 16، العالميه الجديده 25 16، مطروح 22 15، دمياط 28 16، بورسعيد 29 16، الإسماعيلية 34 17، السويس العظمى فيها 32 والصغرى 18، العريش 28 17،
كاترين 25/6، طابة 30/20، حلايب 27/22، شلاتين 31/23، شرم الشيخ 33/22، الغردقة 35/22، الفيوم العظمى فيها 32 والصغرى 18، بني سويف 33/17، الوادي الجديد 35/22، أسيوط 34/17، سوهاج 35/19، قنا 36/22، الأقصر 36/22، أسوان العظمى فيها 36 والصغرى 21. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. نرجع مرة تانية لأحمد وباسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول طبعا للدكتورة منى الرياضي.